السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم وليد من قناة وليد هوب. إذا كنت تشاهدنا للمرة الأولى عزيزي المشاهد، أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة. وأيضا قبل بداية هذا الفيديو، لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أعزائي المشاهدين، في هذا الفيديو سنناقش عدة مواضيع. أولا عن النجم الدولي الجزائري رياض محرز وتصويتاته للاعبي الموسم حسب موقع مانشستر إيفنينج نيوز. وأيضا أعزائي المشاهدين، سنتكلم عن قضية فوز غلام مع ناديه الإيطالي. وأيضا سنتكلم عن بعض اللاعبين الفرانكو الجزائريين مثل بلال عمراني، وأيضا بنرحو لاعب نيمار الفرنسي. وأخيرا أعزائي المشاهدين، سنتكلم عن فيغوري الذي شن هجوما معاكسا على غلطة سراي واشتكى مباشرة للفيفا. طبعا أعزائي المشاهدين، قبل بداية هذا الفيديو والتعرف على تفاصيله، أتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات إذا كنت تشاهدون للمرة الأولى. وأيضا لا تنسى وضع تعليق محفز لكي نواصل في عرض المزيد من الفيديوهات إليكم. أولا أعزائي المشاهدين، فيغوري كما قلت لكم راح يعني يشتكي للفيفا، وذلك أعزائي المشاهدين بعد خطوة صارمة اتخذها الدولي الجزائري سفيان فيغولي ضد إدارة ناديه غالاتا سراي التركي. وهذا جاء بعدما قرر هذا الأخير التخلي عن خدماته، أي بمعنى آخر أن غالاتا سراي لا يريد يعني خدمات النجم الدولي الجزائري سفيان فيغولي. فماذا فعل سفيان فيغولي أعزائي المشاهدين؟ وحسب ما كشفته الصحافة التركية، هو أن سفيان فيغولي أودع شكوى رسمية للفيفا ضد إدارة ناديه بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية، أي لم يدفعوا له ولا فلس، وأيضا بالإضافة إلى اقتطاع جزء من راتبه دون موافقته، يعني كانوا يعدلون في ملفه دون علمه. فهذا أعزائي المشاهدين خرق جميع القوانين في كرة القدم، حيث جاء أيضا تقرير في أحد المواقع الإخبارية التركية قائلين كالآتي: تقدم لاعبان مهمان في فريق الأصفر والأحمر أي نادي غالاتا سراي، منهم سفيان فيغولي ويونس بلهندا، بطلب من الفيفا على أساس أنهما لا يستطيعان الحصول على أموالهما، ووضع تحذيرا ضد غالاتا سراي. وطبعا اعزائي المشاهدين، هذا الشيء لقد صدم التطور في مجتمع يعني نادي غالاتا سراي. ومن بين الاخبار ان كل اللاعبان استخدموا عباره: لا يمكننا الحصول على اموالنا من غالاتا سراي، لا نريد اللاعب بهذه الطريقه، واوصلوها الى الفيفا مباشره. طبعا وضعوا هذه الشكايه اعزائي المشاهدين للفيفا مرفقين عنوان كبير: لا يمكننا الحصول على اموالنا من غالاتا سراي. إلا أن أعزائي المشاهدين، جاء رد الفيفا مباشرة وسريعا وحاسما في هذه القضية، أين وجد التحذير للإدارة للنادي التركي، أي بطبيعة الحال أن الفيفا حذر النادي التركي وبالضرورة للإسراع في تسوية مستحقات الدول الجزائري لتجنب العقوبات التي تنص عليها القوانين. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه فضيحة في حق غالاتا سراي، ولكن يعني ما راحش تلعب مع جزائري، يعني أعزائي المشاهدين يخربوا لك في الملف نتاعك كما يبغوا، وأيضا في نفس السياق يعدلون فيه قوانين، وأيضا يحذفون راتبك، نصف راتبك المالي والشهري مع هذا الفريق دون علمك. صراحة هذه فضيحة. وفي طبيعة الحال أعزائي المشاهدين، الموضوع الثاني، حيث سألني العديد من المتابعين عن اللاعب الفرانكو المغربي الجزائري اللاعب بنرحو لاعب نيم الفرنسي عن أي وجهة سيقترب. طبعا هذا اللاعب أعزائي المشاهدين يمتلك ثلاث جنسيات: جزائرية، فرنسية، ومغربية، ويمكنه مستقبلا تمثيل أحد هاته الثلاث المنتخبات. فهذا حظه وفير أعزائي المشاهدين، لأنه لديه ثلاث وجهات يعني رسمية، يمكن أن يختار أحد الوجهة، وحسب مستواه الجيد يمكن أن يقدم هذا اللاعب الإضافة الكبيرة إلى أحد هذه الفرق الدولية. ولكن تصريح هذا اللاعب عن هذا السؤال الذي سألني عنه معظم متابعي هذه القناة، جاء جوابه كالآتي: يمكنك أن تقرأ كثيرا على الأنترنت، لكنني الآن أركز على فريقي. ما هو مؤكد هو أنني إذا لم أكن جيدا في الملعب فلن يختارني أحد. يعني صراحة هذا شيء منطقي، قلم لو كان ما نلعبش يعني بصفة جيدة مع فريقي الذي هو فريقه الفرنسي نيم، يعني بطبيعة الحال قال لن يختارني ولا أحد. وطبعا قائلا: لدي ثلاث جنسيات، فرنسية وجزائرية ومغربية، عندما يتصل بأحد المدربين سنرى. يعني أعزائي المشاهدين، هذا ما يحاول توضيحه هو أنه يريد تلقي أي دعوة، ومن ثم سيقرر هل سيمثل المنتخب الوطني الجزائري أم المنتخب الفرنسي أم المنتخب المغربي. ولكن على غرار هذه الموهبة أعزائي المشاهدين، لدينا موهبة أخرى الملقب ببلال عمراني، الذي أكد أنه لديه كل الوثائق المطلوبة وهو على أهبة الاستعداد لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري.
وطبعا اذا مشاهدين هذا الخبر جاء من تصريحات للصحفي الجزائري مؤمن ايت قاسي، حيث اكد مهاجم نادي كلوج الروماني بلال عمراني بانه يسعى لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في اقرب وقت ممكن. وقال عمراني في هذا الصدد: اريد البروز اكثر مع فريقي من اجل الحصول على دعوه من الناخب الوطني جمال بلماضي. يعني هذا اللاعب سيناريو، هذا اللاعب مثل سيناريو النجم الدولي الجزائري الاخر اندي ديلور الذي صنع كل وثائقه واراد ان يمثل المنتخب الوطني الجزائري ولم يضغط عليه ولا احد، فهذا اللاعب لديه سيناريو مثل اندي ديلور. فنتمنى اعزائي المشاهدين ان يقدم اولا مستويات كبيره مع نادي كلوج الروماني، وايضا نتمنى ان جمال بلماضي يستدعي هذا اللاعب صراحة، أن هذا اللاعب هو الذي فرض نفسه ويريد يعني الالتحاق بلاعبي المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. فرسالتي إليه أقول له: يا بلال عمراني، مرحبا بك في المنتخب الوطني الجزائري، وإن شاء الله ستصلك يعني دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي. أما بالنسبة لقضية ملف فوزي غلام، حيث أعزائي المشاهدين في هذه القضية تكفل البرتغالي رسميا خورخي مينديز وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإيجاد حل رسمي لملف مغادرته لنابولي خلال الميركاتو الصيفي، حيث الصحيفة الرياضية الإيطالية توتو سبورت كشفت اليوم الجمعة أن مينديز الذي يتكفل أيضا بإدارة أعمال غلام وعد رئيس نابولي بنقل غلام إلى أحد الأندية الصديقة، ومن بين الفرق المرشحة للتعاقد مع فوزي غلام هو نادي وولفرهامبتون الذي يتعامل بشكل منتظم مع وكيل اللاعبين البرتغالي خورخي. فبطبيعة حال المشاهدين، أقرب وجهة لهذا اللاعب لاعب نابولي فوزي غلام أعتقد أنها وولفرهامبتون. فبطبيعة حال المشاهدين، نتمنى هذا اللاعب أن ينتقل إلى أحد هذه الأندية، لأن هذا اللاعب صراحة عانى كثيرا من دكة البدلاء وذلك بسبب الإصابة، وأيضا أعزائي المشاهدين عانى من نقص مستوى في الآونة الأخيرة. ولكن أعزائي المشاهدين، نتمنى أن ينتقل إلى وولفرهامبتون، ونتمنى أن تبتعد عنه لعنة الإصابات وأن يقدم مستوى كبير مع وولفرهامبتون. وأيضا في نفس السياق، نتمنى أن يسترجع مستواه، لكي هذا اللاعب يعني ستكون لديه كلمة مع المنتخب الوطني الجزائري إن شاء الله في المستقبل. وفي نفس السياق وآخر هذا الموضوع، سنتكلم عن نجم الدولي الجزائري رياض محرز، والذي كان آخر صراحة تصويت في هذه التصويتات أعزائي المشاهدين للاعبي السنة، وذلك حسب استفتاء وضعه مانشستر إيفنينج نيوز، وهذا الموقع متخصص في جلب الأخبار الإنجليزية ومتخصص يعني ومركز كثيرا على ناديان، كل من نادي مانشستر سيتي ونادي مانشستر يونايتد. فهذا الموقع وضع استفتاء للاعبي الشهر، من هو اللاعب الذي سيحصد العديد من الأصوات. فالنجم الدولي الجزائري رياض محرز كان آخر من في هذا التصويت، حيث اختار زوار الموقع الشهير يعني بكثرة لصالح البلجيكي كيفن دي بروين الذي حصد 90.2% من الأصوات، وأيضا في المرتبة الثانية رحيم ستيرلينج الذي جمع فقط 6% من الأصوات، في حين حل المركز الثالث رياض محرز بنسبة 3.8. أولا أعزائي المشاهدين، يعني كتحليل لهذا التصويت أقول لكم يعني بدون عاطفة، كيفن دي بروين يستحق أن يكون في المرتبة الأولى، لأنه قدم موسم خرافي، قدم موسم خرافي في هذا الموسم مع نادي مانشستر سيتي. وايضا رحيم ستيرلينج بعد استئناف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بسبب فيروس كورونا، يعني عادت غريزته للتسجيل مجددا، وهو مسجل العديد من الاهداف في هذا الموسم. وايضا النجم الدولي الجزائري رياض محرز يعني بنسبة كبيرة سيكون افضل ثالث لاعب في نادي مانشستر سيتي. يعني هذا رأيته تصويت منطقي حسب رأيي الشخصي. ويمكنك أيضا عزيزي المشاهد الذهاب إلى صندوق التعليقات وتعطيني رأيك حول هذا التصويت، هل هو يعني فيه بعض الانحدار وفيه بعض العاطفة من أحد اللاعبين؟ طبعا أعزائي المشاهدين، اكتبوا لنا في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.